أنا دخلت على التغريدة اللي نزلتوها في حسابكم في المنصة منصة إكس، وقلت بعض الأسئلة. يعني شخص مثلا يذكر أنا سأت الاختيار، أنا كنت أود الالتحاق بجامعة التقنية مثلا فرع المصنعة، لكني قمت بالتسجيل مثلا في مسقط. الآن هل يحق لي الانتقال من المصنعة إلى مسقط على سبيل المثال؟ هو مسألة الانتقال أو تغيير المؤسسة هذا كمركز قبول محد ما من اختصاصه، هو مختصاص الجهة اللي بتعت لها الطالب. فعلى سبيل المثال التغيير الفرع من فرع مصنعة لفرع مسقط أو العكس، هذا يرجع لشروط الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. نفس الشيء التغيير من مؤسسة خاصة لمؤسسة خاصة يرجع لشروط البعثات الداخلية. عموما هو في فرصة في الخدمة هذه إن في حالة إنه ظهر له البرنامج اللي هو يريده مرة ثانية يتنافس عليه. إذا كان في مقعد. إذا في مقعد. فممكن يتنافس عليه مرة ثانية وممكن يحصل عليه، فمجرد حصوله يعني ما يحتاج اللي هي العملية الطويلة هذه إنه خلص السنة التأسيسية وقدم الطلب.